فما الروح. احنا فرحانين في الاتحاد المنصيري بالفريق نتاعنا، فرحانين بالمجموعه فيها تجانس باللاعبين الخبره واللاعبين الشبان. شفتوا في كل مباراه نشوفوا لاعب شاب، اليوم مصطفى معناتها دخل في المباراه، شفتوا الجفالي في مباراه الكاس اليوم كيف لعب المباراه، لؤي طرايعي، عديد اللاعبين. احنا اليوم كيما نخمو في الحاضر كيما نخمو في المستقبل، نقول برافو للملاعبيه. مباراه بالنسبه لنا تعدات، نخمو في المباريات القادمه، وكما قلت في مناسبات سابقه اللي هي المباريات، كل مباريات كاس فما الحقيقه اونجو كبير في البطوله الوطنيه السنه، حاجه باهيه، الفرق الكل متقاربه، وان شاء الله احنا الاخطاء اللي عملناهم في المباريات هذه ان شاء الله نصلحوهم في المباريات القادمه. وديما احنا الاوبجيكتيف نتاعنا باش نحسنوا رواحنا، الاوبجيكتيف نتاعنا باش نقعدوا في اعلى الترتيب، وان شاء الله معناتها ربي يوفقنا في قادم مباريات. اليوم ماكش وحدك انت في البطوله الوطنيه، لعديد الفرق معناتها باهيه، منهم الملعب التونسي اللي من احسن الفرق التونسيه السنه. ان شاء الله الاتحاد المنستيري احنا الاوبجيكتيف نتاعنا باش نعملوا مجموعه ممتازه متجانسين بين اللاعبين الشبان واللاعبين الخبره، وهذا قاعدين نخدموا فيه معناتها في التمارين نتاعنا. الحمد لله قاعدين نحقوا فيه بشويه بشويه، لكن ديما تقعد فما شويه صعوبات خاطر الفريق ديما الملاعبين الشبان ديما يقعد شويه وقت باش يتحسنوا على المستوى التكتيكي على المستوى البدني، وان شاء الله ما فما كالخير.